عندنا سؤال ثاني بنفس الكلاس تقريبا، ولكن طريقة الاستخدام تختلف. قال لي write a class called palindrome checker, have a method is palindrome having a parameter line of type string. The method change each uppercase letter of the line to lowercase and place each letter of the string line in a queue and also onto a stack. The program should then verify whether the line of the text is palindrome. Include method main to check several strings whether each one is palindrome or not. هو هنا ما حدد لنا إذا كان بيكون false و true، فنقدر نستخدم false و true، نقدر نستخدمه ك void، كله أوكي يعني يصير لأنه ما حدد لنا. ولكن whether palindrome or not في الغالب بيكون boolean، لأن not يا e or not كذي، فبيكون شو اسمه في الغالب بيكون boolean. فخلنا نكتب الميثود هالكلاس public بيستلم line علشان نشيل الايرور بنخلي فولس بس كذي مؤقتا. زين فخلى اول شيء نفهم الفكره انه يبغي نضيف في كيو ونضيف في ستاك، شلون بتكون الفكره. خلى ناخذ لاين، فشلون بينضاف؟ بينضاف في الستاك وبينضاف في الهاي، بنخليه فولي ينضاف. يمكن كذي ما تلاحظون الفرق، فخلى احط جملة ثانية تحتهم. زين مثلا خلى نقول زين هاي نسبة حق الابل، شوفوا الترتيب نفسه مرتب. خلى نشوف شلون بيكون ترتيبه في الستاك، مثل ما نشوف صاير بالعكس. تمام، فاحنا بنستغل هالميزة اللي فيها انه بالعكس، وبنقارن اول واحد او اخر واحد في الستاك ويا اول واحد قبل الاخير ويا ثاني واحد. زين وكذي. ف اذا نرجع حق جملتنا الاصلية، زين بنشيك اول واحد هني ويا اخر واحد، بعدين اللي في ثاني واحد ويا قبل الاخير وكذي. تمام، فمثل ما نعرف ان احنا ما نحتاج نروح حق الستاك كامل او الكيو كامل، بس نروح حق النص وكل واحد يكون عكس الثاني. تمام، خلينا نشوف شلون بنسوي ككود. اول شيء نحتاج نسوي لنا ستاك وكيو، فبنقول له سوينا لنا ستاك وكيو. نحتاج بعد شنو؟ اكيد نعرف السنتر، نقول له انتجر سنتر line dot length قسمة 2، ونحتاج بعد counter equal 0. نحتاج بعد شنو؟ ان نحولهم الى small letter. خلنا نشوف هني، قال لي نحولهم الى small letter. في كذا طريقة نقدر نستخدم هالطريقة، تكون كلش بسيطة، ان السترينج كامل نحوله سمول لتر وخلاص. هاي الطريقة، زين نقول له تو لور كيس. الطريقة الثانية براويكم الحين، فبنفتح فور لوب عشان نسوي اوفر و نسوي اوفر و بوش حق الستاك والكيو، فبيكون اللوب مالي عادي. وهني بنقول له stack dot push ونخلي داخله ال line dot char at
نخلي char dot i. بعدين نخلي q dot offer ونقول له line dot chart i. إذن شلون بنخلي حرف واحد يتغير من هني؟ بني قبل الشار at بنقول له to lower case. هاي طريقة ثانية، إذا ما تبغون كامل تحاولونه تخلونه كذي حق الاثنين، تمام؟ أنا بعتمد الطريقة الأولى. الحين خلنا نروح حق checking. بنسوي لنا for، بنقول له integer i equal 0. بنبتدي نفس اللوب لان ليش ما بيختلف، ولكن شنو السايز بنغيره الى center، تمام؟ بعدين بنقول له i plus plus، هني بيكون في بريسي. وبنشيك بنقول له اف، هني بنشيك الستاك ويا الكيو، بنقول ستاك دوت بوب ايكوال ايكوال كيو دوت بول. ممكن يعطينا ايرور، ما اعطانا ايرور، اوكي. بنقول له كاونت او كاونتر بلس بلس. في حال عطانا ايرور شنو بنسوي؟ بنروح هني فوق بنقول لك كاركترز، وهني بعد نفس الطريقة. كاركترز، تمام. اخر شيء بقى علينا نسوي التشيكينج، نقول له كاونتر كاونتر ايكوال ايكوال سنتر، تمام. الحين بنروح حق المين ونشيك. نحتاج نسوي اوبجكت حق كلاس بلاندروم، نقول بلاندروم تشيكر بي، خلينا نسميه ايكوال نيو، ونخليه داخل سيستم دوت اوت لانه ما بيطلع لنا. نقول بي دوت از بلاندروم، وهني نخلي الكلمة. خلنا نغير هالمرة، نقول له level هاي مرة، بعدين نسوي copy، هني خلنا نحط دبل v، وهني نحط كلمة ثانية، خلنا نقول أحمد مثلا، تمام. ونشغل البرنامج ونشوف. مثل ما تشوفون اول اثنين اعطاني ترو، اخر واحد اعطاني فولز. في حال تبون تجربوه بنفس الطريقة اللي سويناها قبل، تقدرون تجربون انه شنو في هاللوب. تون هني تقولون لسيستم دوت اوت، خلينا نقول ستاك equal stack dot peak، تمام. بعدين backslash n q q dot peak، تمام. كنا بهالطريقة. ونسبة حق الكاونتر بعد نفس الشيء، بنخليه دائما برا اللوب. نقول له كاونت كاونتر
back slash tab center. نشغل البرنامج ونشوف. مثل ما تشوفون شلون كان يشيك كل واحد فيهم زين، والاعداد نفس الشيء. هني ما حصل، كله كانوا مختلفين فما حصل. تمام، هاي نسبة حق هالسؤال.